مشاهدينا، وللحديث أكثر عن فشل العملية السياسية في العراق والاتهامات بتبعيتها إلى الخارج، معنا من أثينا الدبلوماسي والأكاديمي العراقي الدكتور فاروق فتيان الراوي. السلام عليكم دكتور. وعليكم السلام، أهلا وسهلا بك وبمشاهدي قناة الرافدين. حياكم الله وأهلا بكم دكتور. يعني بداية، ما الحاجة لعزف أنشودة إيرانية أطلقها خامنئي وهي تتغنى يعني بقيادة الحرس الثوري داخل مبنى البرلمان بالعراق؟ الأنشودة طبعا تحمل دلالات سياسية طائفية، الحاضرون الذين تراقصوا على أنغام هذه الأغنية ترى من يمثلون؟ هل يمثلون حقيقة الشعب العراقي؟ لا، بالتأكيد لا يمثلون الشعب العراقي، و مع شديد الأسف هذه ليست المرة الأولى. هم يعلنون دائما أن وتبعيتهم إلى ما يسمى الولي الفقيه، أغلبية الأحزاب وقادة الأحزاب علنا يعلنون أن ولائهم إلى إيران. وقالها رئيس وزراء سابق: أنا أولا ولائي إلى المذهب، نعم، ثم إلى الوطن. ولذلك هذه الأحزاب أو ما يمثل يدعون أنهم يمثلون الشعب، أولا في الانتخابات الأخيرة لم يشارك أكثر من نسبة 18%، فبالتأكيد هم لا يمثلون الشعب. نعم. اثنين، هذه المسألة أصبحت يعني مقززة لكل شرائح الشعب، لأنه هذه الطبقة الحاكمة إضافة إلى فسادها تمارس العنصرية والطائفية، والطائفية تمارسها بحقد، وهذا واضح للعيان، يعني سواء كان ما يجري في ديالة أو ما يجري في أطراف بغداد أو ما يجري في المحافظات، بالذات محافظة نينوى. هذه الطائفية المقيتة مع شديد الأسف تمارسها السلطة والأحزاب الحاكمة منذ العام 2005 ولحد الآن، يعني بعد استيلائهم على السلطة مباشرة بعد تسليمها من قبل الأمريكان. ربما في زمن أياد علاوي لم تمارس هذه الأحزاب بشكلها المباشر، ولكن من أيام الجعفري ثم المالكي ثم أيام العبادي عادل عبد المهدي، وربما حاول مصطفى الكاظمي إلى حد ما أن يكبح جماح ولكن لم يستطع، كانت تمارس حتى ضد نفسه، ضد رئيس الوزراء تمارس الشعارات والهتافات بشكل علني وواضح وصريح. طيب، ما الرسالة التي يعني بعثوا بها أو حملوها من تغنى ومن تراقص على أنشودة سلام فرمندا؟ يعني أكيد رسالة بعثوها أو حملوها من إيران ويعني قاموا بها داخل البرلمان، ما هي رسالتهم؟ رسالتهم أنه نحن نعم ولاؤنا إلى إيران ونحن مرتبطين بإيران، ولذلك هي موجهة ضد الشعب العراقي، ليس ضد تيار معين ولا ضد أبناء الشعب العراقي من الجنوب إلى الشمال ومن الشرق إلى الغرب، لأنه معظم أبناء عرب الجنوب لا يمكن أن يوافقوا على هذا الشعار ولا على هذه الأهزوجة اللي أنا أعتبرها أنه هي طائفية لا تمثل إلا الأحزاب الحاكمة وإلا تمثل أنفسهم. طيب، هنا زعيم ميليشيا العصائب قيس الخزعلي يؤكد تمسكه بالحكم ويرفض الحديث عما يسمى بالفرصة الأخيرة. طيب، بعد فشل العملية السياسية إلى أي مدى يشير هذا التصريح يعني الموقف الحرج الذي تعيشه الأحزاب والميليشيات؟ مع شديد الأسف، يعني رغم أنه الولايات المتحدة الأمريكية دعمت وجود هذه الأحزاب، دعمت وجود هذه الميليشيات، هي من فتحت الأبواب أمام إيران وأمام ميليشياتها منذ العام 2003 ولحد الآن، لحد هذه اللحظة، سواء كانت السفيرة الأمريكية أو المبعوثين الأمريكان وآخرهم وزير الدفاع الأمريكي، نعم، الأحزاب ويلتقي بالميليشيات وممثلة ما يسمى ممثلة الأمم المتحدة، واللي يعتبرها هي هذه من الجريمة أن تحمل صفة دبلوماسية
تمارس العهر السياسي وليس العمل الدبلوماسي من خلال تواجدها مع وتصويرها مع زعماء الميليشيات ومع قادة الميليشيات. وهذا الشيء بالتأكيد مرضي عليه دوليا من قبل أمريكا ومن قبل الغرب بشكل عام، وبنفس الشيء بالنسبة إلى إيران. اليوم ممثل مرجعية النجف في محافظة المثنى حميد الياسري وصف الطبقة السياسية الحاكمة بأنها ملة كفر، عقيدتها العهر، شعارها الفساد، في كلمة اليوم ألقاها. يعني هذا التوصيف اليوم كيف يمكن أن نقرأه من قبل ممثل المرجعية في النجف، وهو كان دائم المرجعية كانت دائما العملية السياسية؟ الحقيقة المرجعية لحد الآن هي، يعني أستطيع أن أقول، هي داعمة بشكل كبير إلى ولو بصورة غير مباشرة، إلى لأنه لو أرادت فعلا أن تنتفض ضد هذه الحكومة وضد هذه الأحزاب وتوقف الفساد لدعمت ثوار تشرين بشكل كامل، ودعمت أبناء الجنوب اللي يعانون أشد المعاناة، الفقر والجهل عدم وجود الخدمات، سواء كانت الكهرباء الماء. ولذلك هذا الصوت وليس الصوت لأول مرة يخرج صوت الياسري، خرجت أصوات كثيرة من أبناء الجنوب، ومن سواء كانوا معممين أو مثقفين أو أساتذة جامعيين، لتوجيه الانتقاد إلى الأحزاب الحاكمة بأنها أحزاب تسلطية، أحزاب تعمل لمصلحتها الخاصة. والدليل أنه هذا الفساد، أنه العراق أصبح بظل حكمهم أحدى أهم دول الفساد في العالم. إذا لا يترتب أي شيء على هذا التوصيف اليوم؟ لا، لا أعتقد، لا أعتقد، لأنه ممثل المرجعية أسبوعيا من خلال خطبة الجمعة هو يرى، وكثير من الأحيان ينتقد، ولكن على صعيد الواقع لم نرى أي شيء. المالكي لا زال يتمتع بسلطاته، وقيس الخزعلي والميليشيات والهادي العامري، كل هذه الأحزاب اللي وصفت بالوصف اللي وصفها اليوم هذا معروف للمرجعية منذ عشرات السنين، يعني منذ العام 2006 و7 و10 ولحد الآن. طيب فيما يخص اليوم، يعني ما أعلن عنه من اتفاق بين السعودية وإيران، استئناف العلاقات بوساطة حكومة السوداني، هل يمكن أو تعتقد أن طهران ستوعز إلى ميليشياتها في العراق وقف أنشطتها الإرهابية في المنطقة؟ سبحان الله، مجرد قرأت الخبر رأساً رجعت إلى الحديث النبوي الشريف، لا يلدغ المؤمن من جحره مرتين. فيبدو أن السعودية والمملكة ربما تحتاج إلى أن تلدغ عشرات المرات. لدغت في لبنان من قبل حزب الله ومن قبل إيران عدة مرات، ليست مرة واحدة، ولدغت في العراق، ومنذ العام 2004 و2005 توجه انتقادات إلى الحكومة السعودية من قبل الميليشيات وتهديدات، وإلى قبل أسبوع ونرى الكثير من الأحاديث والتصريحات موجهة ضد المملكة وضد حكام المملكة. لكن ما أعتقد أنه إيران هي جادة بشكل كامل لتوقيع مثل هذا الاتفاق، وإذا هذا ينعكس سنراه قريبا إذا انعكس على الأوضاع في اليمن من خلال شكرا لكم دكتور. ضغطهم على الحوثيين. شكرا لكم دكتور، من أثينا الدبلوماسي والأكاديمية العراقية الدكتور فاروق فتيان الراوي، نشكركم الشكر الجزيل.